طبعا مع حضراتكم مراسم استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وكان في استقباله لدى وصوله إلى قصر الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصطف حرس الشرف وتمت عمل المراسم الرسمية لرئيس مجلس السيادة والعسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي. وبالطبع تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وجمهورية تشاد، علاقات تجمعها الأخوة والصداقة الوثيقة خلال الفترة الراهنة. بطبع التشاور هو المحور الرئيسي حول عدد من المرتكزات، وهي العلاقات المصرية التشادية ومستقبل هذه العلاقات وما يدور أيضا في تشاد خلال هذه الفترة. وبالطبع الرئيس المجلس العسكري الانتقالي هو الذي يرأس هذه الفترة التشاد خلال فترة انتقالية تقدر بعامين، وسيتم إجراء الانتخابات بعد ذلك. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الدولي. أستاذ جمال، برحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل الكتاب المشاهدين. أستاذ جمال، يعني بالطبع العلاقات المصرية التشادية علاقات متميزة جدا تجمع ما بين الطرفين، ويشوبها يعني الود والاحترام دائما، وهناك علاقات متبادلة طويلة ما بين الجانبين. بوجهة نظرك، لماذا هذه الزيارة تحديدا في هذا الوقت؟ بالفعل مصر وتشاد علاقات متجذرة في التاريخ وعلاقات وطيدة بالفعل، و اهتمام من القياده السياسيه المصريه بتطوير العلاقات المصريه التشاديه ظهر منذ عام 2014، وزياره السيد الرئيس في عام 2017 لدوله تشاد يؤكد ان الدوله المصريه لديها اراده حقيقيه لتعزيز العلاقات المصريه التشاديه. تشاد ربما في حاجه ماسه الان للتعاون مع مصر على عده اصعده، كانت هذه الاصعده لها علاقه بتطوير منظومتها الاقتصاديه بالتحديد، ايضا المنظومه الطبيه، وهناك مساهمات في المجال الطبي عديده لدى او من قبل الدوله المصريه للاشقاء في تشاد وغيرها من المجالات التعاون، هذا فضلا عن المجالات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه. ايضا نتحدث عن ان تشاد احد اهم الابعاد المتعلقه بالامن القومي المصري، نقطه مهمه للغايه في يعني اتصال الساحل والصحراء في منطقة شرق القارة الأفريقية وأيضا وسط أفريقيا، هي لها بعد جيوسياسي غاية في الأهمية، وبالتالي أيضا ترسيخ الاستقرار والسلام في الداخل التشادي بينعكس على شرق القارة الأفريقية بشكل عام وعلى منطقة الساحل والصحراء بشكل خاص وفي مقبل القارة الأفريقية أو على مقبل القارة الأفريقية. وبالتالي أنا أعتقد أن مصر من مقبل يعني تحركاتها تجاه تعزيز السلم والأمن الأفريقي وأيضا معاونة الأشقاء في تشاد للوصول إلى الاستقرار والسلام هي دائما بتسعى إلى هذا الهدف، وبالتالي هي زيارة مهمة جدا سواء لبحث العلاقات الثنائية وتنميتها على كافة الأصعدة أو حتى لبحث الكثير من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نعم. طيب أستاذ جمال، بوجهة نظرك، يعني التباحث حول عدد من الموضوعات المهمة وأهمية الإتشاد في القارة الإفريقية وما يحدث من عملية انتقالية الآن في تشاد، يمكن بالطبع سيكون محور ارتكاز للمحادثات ما بين الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي. بالطبع مستقبل العلاقات ما بين البلدين هو سيكون يمكن مهيمن على هذه الاجتماع أو هذه يعني الزيارة الهامة لرئيس مجلس الانتقال العسكري لجمهورية مصر العربية. بالتاكيد نحن نتحدث عن وضع في تشاد، نحن جميعا نامل ان يعني يشهد الاستقرار المطلوب. نعم هناك الان استقرار كبير جدا عن الفترات الماضيه، ولكن ياتي بربط ما يحدث في تشاد بمجمل الاحداث في منطقه الساحل والصحراء، منطقه شهدت خمس دول فيها الفتره الماضيه توترات كبيره جدا. في عام 2021 وحده نتحدث عن خمس دول من ضمنهم تشاد شهدت توترات يعني واحداث سياسيه صعبه، والتجربه التشاديه الان لديها يعني ايضا تجربه تستحق ان تساند من قبل الدوله المصريه، وهذا ما سوف تقوم به الدوله المصريه تجاه الاشقاء في تشاد. واعتقد ان الان ما تقوم به القياده في تشاد من انفتاح على الدول الكبرى في القاره الافريقيه زي الدوله المصريه او حتى مع اتصالات مع الدول العربيه كما رصدنا خلال الفتره الماضيه هناك تحركات من خلال رئيس مجلس العسكري الانتقالي التشادي مع كثير من القاده العرب والافارقه، هذا بيؤكد ان تشاد تريد ان تنفتح على الجميع، تريد ان تحدث نوع من انواع التوازنات السياسيه الذي ينطبع ايضا على استقرارها الداخلي، وهذا مهم جدا، وان تاتي
تشاد في مطلع العام الجديد الى القاهره. القاهره وهي في الحقيقه بوصله التوازنات السياسيه في الاقليم العربي والافريقي، فهذه رساله مهمه للغايه للعالم، ان تشاد تريد هذا التوازن، تريد ان تكون متوازنه سياسيا وان تكون بجانب يعني الاشقاء العرب والافارقه حتى تمضي الى الاستقرار والى السلام. الجميع الان سواء من خلال الاتحاد الافريقي او من خلال الدول الكبرى في هذا الاتحاد زي الدوله المصريه، الجميع يحاول ان يساند تشاد في هذه المرحله الانتقاليه للوصول الى بر الامان. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك.